الآن معك جوال، بعضنا حط بصمة صح، وبعضنا حط رقم طويل صحيح، وبعضنا لو أقول له خذ جوالي وعطني جوالك وبدخل على الاستديو ودخل الاستديو، البعض منا سيرفض. ستقول له في شيء؟ قال لي والله يا شيخ. السؤال بس البسيط، هل الله يعلم هذا الشيء؟ بلا شك لو قال لا كفر. الله عليم حكيم، الله يعلم ما تكن صدوركم وهم جوالاتكم، الله يحفظك. الله عليم، يعلم ما أنت سويت البارح واللي قبله السنين الماضية كلها، ربي عليم. طيب الآن استحييت من علمي بعد وأنا جاهل، وما استحييت من علمه وهو العليم الخبير، وكنت تعصيه بيدك التي حركها هو، وبعينك التي أضاءها هو، وبعافيتك الذي ألبسك هو، فلا حول لأحد ولا قوة إلا حوله وقوته. أين الله؟ كلما ازداد العبد معرفة بالله والله لا يعصي الله، كلما ازداد العبد معرفة بالله والله لا يعصي الله.